برحب بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا الكرام. دلوقتي وصلنا لمعاد فقرتنا الإخبارية اللي بنناقش فيها أهم الأخبار، المقالات، الحوارات وتحقيقات المتنوعة من الصحف والمواقع الإلكترونية. منورنا النهاردة في فقرتنا الأستاذ جمال رائف، نائب مدير تحرير مجلة أكتوبر. صباح الفل أستاذ جمال، منورنا في صباح البلد. صباح الخير يا فندم، وشكرا جدا، وصباح الخير لكل السادة المشاهدين. الحمد لله على سلامة حضرتك. الله يسلم حضرتك، شكرا. وإن شاء الله النهاردة هيكون معانا مجموعة من الأخبار المتنوعة. اسمح لي نبدأ مع حضرتك والسادة المشاهدين بنشاط لمجلس الوزراء وأخبار متنوعة في هذا الشأن، حيث ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية لبحث عدد من الموضوعات التي تتعلق بأنشطة التنمية العمرانية، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. وصرح السفير نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع تناول العديد من الموضوعات المتعلقة بالتقييد أو الإعفاء من بعض أو كل الاشتراطات البنائية، وكذا ما يتعلق بتغيير استخدامات الأراضي، هذا إلى جانب ما يخص إعادة تخطيط بعض المناطق، ومنها منطقة كورنيش النيل بحي الساحل وميدان رمسيس والسبتية وكوبري الليمون بمساحة متنوعة، وكورنيش النيل بالمعادي ودار السلام وأثر النبي. الحقيقة أستاذ جمال، يعني وإحنا بنقرأ هذا الخبر فإحنا بنعود ل 2014 منذ بداية تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الحقيقة رئاسة الجمهورية، و نصب أعينه المناطق، يعني تطوير حضري في مختلف المناطق في جمهورية مصر العربية، مناطق العشوائية، مناطق غير المخططة والمناطق غير الآمنة لأنها متقسمة لأكثر من جزء، وشفنا يعني الحقيقة تطور هائل في هذا الملف، وشفنا أيضا فكرة المسار المتوازية. إحنا بنتنوع ونتعدد في المدن الجديدة، لكن كمان عندنا القاهرة الفاطمية والقاهرة القديمة، الفسطاط وسط البلد، حتى كورنيش النيل وممشى أهل مصر والعديد والعديد من المشروعات الهامة. كيف ترى هذا الاجتماع وهذا التأكيد المستمر على الاستمرار في هذا الأمر أستاذ جمال؟ يمكن بالتأكيد هذا المنطلق اللي أنا كنت حابب أن أبدأ منه، فكرة أن الدولة وهي تمضي نحو الجمهورية الجديدة وتنشئ هذه المدن الجديدة ومدن الجيل الرابع والمدن الذكية وغيرها من مشروعات عمرانية وحضرية جديدة وضخمة جدا، أيضا تهتم بتحديث وتطوير أيضا القاهرة والإسكندرية وكافة المدن والمحافظات والمعالم حتى التاريخية في الدولة المصرية. عشان كده رأينا ميدان التحرير في حلة جديدة، رأينا سور مجرى العيون وما يحدث فيه من تطوير، والمنطقة طبعا المحيطة به عين الصيرة وجمالها، يعني كل المناطق الآن التي لديها يعني طابع حضاري وإرث تاريخي لدى الدولة المصرية، مصر بتقوم بتطويرها، وبالتالي مصر بتعمل بيئة توازي، إنشاء مدن جديدة وتطوير أيضا يعني كل المعالم المصرية القديمة. عشان كده أنا أعتقد أن هذا المسار المتوازي نعم هو مكلف للغاية، ويمكن في بعض الأحيان تطوير هذه المناطق ربما بيتكلف أكثر من إنشاء المدن الجديدة، لأن بنشوف إزاي حتى فكرة التخطيط العمراني، الفكرة مش بس فكرة أن الدولة بتجمل هذه المناطق، ولكن ده احنا بنشوف ازاي بيتم شق طرق، بيتم وضع محاور، ازاي بيتم ازالة بعض المنازل وبناء مساكن جديدة زي ما شفنا في روضة السيدة وغيرها من المناطق. وبالتالي هو الامر صعب جدا ومكلف، لانك بتشيل تشوه حصل على مدار عقود سابقة لهذه المناطق التي كانت مقصد مش بس لينا احنا كمصريين، ولكن حتى على المستوى السياحي العالمي كان الجميع ياتي من كل دول العالم ليرى القاهره القديمه وهذه المدن وهذه المناطق الجميله. وبالتالي اعاده الرونق للقاهره والاسكندريه ولكل المدن والمحافظات المصريه، انا اعتقد ان هو مشروع قومي مهم جدا بيتوازى مع فكره ايضا انك تنشئ مدن جديده، وبالتالي هو مجهود بالغ الاهميه، واعتقد ان المضي نحو عدم التخلي عنه ايضا اولويه، لان هذا بيدعم سواء ما يتعلق به إظهار مصر بشكل حضاري يليق بالدولة المصرية، أو حتى بيخدم بشكل رئيسي أيضا مجال السياحة. مظبوط، وتنمية الإنسان أكيد برضو، لأن دي أولوية في أجندة الحقيقة الدولة المصرية. خلينا ننتقل مع حضرتك وما زلنا في نشاط مجلس الوزراء، حيث نتابع عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا أمس لمتابعة مستجدات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الاجتماع
إلى مواصلة العمل على تحقيق الأهداف الرئيسية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي تم إطلاقه تحت رعاية رئيس الجمهورية كمشروع تنموي متكامل يستهدف تحسين الخصائص الديموغرافية مثل التعليم والصحة وفرص العمل والتمكين الاقتصادي والثقافة، بالإضافة إلى ضبط النمو السكاني، مضيفة أن المشروع يتضمن عدة محاور هي التمكين الاقتصادي للمرأة، تحسين خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وإتاحتها بالمجان للجميع، والتوعية الثقافية والتدخلات التربوية، بالإضافة إلى التحول الرقمي والإصلاح التشريعي، مؤكدة أنه تتم دراسة برنامج الحوافز المالية لتحقيق تلك الأهداف. كما تم استعراض برنامج الحوافز الإيجابية الذي يهدف بشكل رئيسي للوصول إلى معدل إنجاب أقل مما هو عليه حاليا، حيث أن معدل الإنجاب في مصر حوالي 2.8 طفل لكل أسرة بناء على بيانات عام 2022. والهدف من البرنامج هذا هو وصول المعدل إلى 1.6 طفل لكل أسرة بناء على مستهدفات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية. منذ إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والحقيقة أن ده بنلاقي فيه تكامل لكل الوزارات والجهات المعنية بشكل كبير أستاذ جمال، وهذه الأرقام هي أرقام مفزعة، ولعل إحنا دايما بنتحدث عن أن في عندنا تنمية بشكل مستمر، لكن بشكل مضطرد على الجانب الآخر في زيادة سكانية هائلة. وعشان كده الدولة كان عندها المشروع، وطبعا المشروع نحن نعلم جيدا أن هو تنمية المجتمع وتنمية الريف المصري، يعني إحنا بنتكلم عن 20 محافظة تقريبا 52 مركز 1520 قرية، عدد كبير جدا، ويمكن دي مستهدفات طبعا حياة كريمة، وفي العديد من المحاور، ولعل من أهمها المحور الاقتصادي، لأن فكرة التمكين والمحور التشريع أيضا أن إزاي بيكون في قوانين وعقوبات تغلظ بقى، سواء عملت الأطفال، سواء فكرة الزواج المبكر، أي فكرة ليها علاقة بزيادة والنمو السكاني وحتى تنمية الإنسان بشكل عام. أستاذ جمال، تأثير هذه الاستراتيجية من وجهة نظر حضرتك على ضبط النمو السكاني في المستقبل إن شاء الله، خاصة وإن مصر يعني بتجابه تحديات كبيرة جدا. طبعا الزيادة السكانية تحدي كبير جدا في الداخل المصري. يمكن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، أنا أعتقد أنه هو مشروع قومي لبناء أسرة مصرية تستطيع أن تكون فاعل حقيقي في المجتمع المصري وفي بناء الدولة المصرية، لأن الدولة المصرية تحتاج إلى أسرة هي نواة المجتمع، وبالتالي هذه النواة الخاصة ببناء الدولة بالتأكيد لازم تكون قوية، لها دعائم قوية تستطيع أن تكون قيمة مضافة سواء للعمل المجتمعي أو العمل الاقتصادي أو العمل العام في الدولة المصرية، وبالتالي بناء أسرة مصرية صحية تستطيع أن تكون قيمة مضافة في الدولة المصرية، ده أمر بيشغل بال الدولة المصرية الآن. عشان كده رأينا المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية. أعتقد أن الحوافز التي يضعها هذا المشروع كثيرة جدا، سواء على صعيد الحوافز المالية أو حوافز المجتمعية وغيرها من حوافز بنشوفها في هذا المشروع، مهمة جدا لأن الأسر محتاجة أن يكون هناك نوع من أنواع الحوافز والرقابة أيضا في تطبيق هذه الحوافز للوصول إلى الهدف، وهو تخفيض معدلات النمو السكاني اللي هي بتتخطى 2.5%، وده رقم زي ما حضرتك قلتي كبير جدا. أنا بتكلم على يعني ربما بنكون بنزيد 2 مليون نسمة في السنة، يعني ده معدل ضخم يعني في عدد سكان دول أساسا 2 مليون. وبالتالي أنت مهما بتعمل من تنمية، مهما بتعمل من تخطيط وخطط استراتيجية وتنموية، انت في شبح اسمه الزيادة السكانية عمال بيلتهم هذه التنمية. الدولة بتجري بشكل سريع جدا عشان تلاحق هذه الزيادة السكانية ببناء المدن وبناء المدارس وبناء المستشفيات وبناء اقتصاد قوي، ولكن انت في نفس الوقت كمواطن مش قادر تدرك انك ايضا بتساهم في التهام هذه التنمية من خلال الزيادة السكانية. وبالتالي هنا طبعا الدولة بتحط خطة من خلال هذا المشروع المهم، ولكن ايضا المجتمع عليه دور في مسؤولية مجتمعية، عليك ان تدرك انك مسؤول مسؤولية كاملة عن الحفاظ على فكرة التنمية المستدامة، انك تحافظ على مكتسبات هذه التنمية وتسلمها للاجيال القادمة. ولكن احنا بنتكلم على زيادة سكانية 2 مليون، ال 2 مليون محتاجين مدارس، محتاجين مستشفيات، محتاجين عمل، فرص عمل، محتاجين مسكن، محتاجين مسكن، حاجات كتير جدا. طيب يعني انت بتبني وعمال بتشيد في مدارس ومدن جديدة ومستشفيات، ولكن مع هذه الزيادة ومع تسارع هذه الزيادة بالتأكيد ان هذه الزيادة سوف تلتهم التنمية، وهذا عبء اقتصادي كبير جدا على الدولة. وبالتالي اذا كنت بتتحدث عن تخفيف الاعباء الاقتصادية فعليك ان تنظر بداية لتخفيف معدلات المواليد، وهنا يعني الكرة في ملعب المواطن، عليه ان يعني يدرك ان الزيادة السكانية الان
خطر كبير جدا، وعلينا أن ندرك أن المضي نحو هذه الزيادة المتسارعة في السكان سوف تعطل خطط التنمية في الدولة المصرية. علينا أن نحفز الدولة في المضي نحو خططها التنموية من خلال أيضا أن نتحمل مسؤوليتنا المجتمعية. هذا المشروع القومي أعتقد أنه هو بيتماشى مع فكرة بناء الإنسان المصري وخلق مجتمع يستطيع أن يكون قادر على المضي بهذا الوطن نحو الجمهورية الجديدة. بكل تأكيد، لأن كمان من الفئات المستهدفة الحقيقة، يعني طبعا هو مراحل متعددة، لكن من الفئات المستهدفة السيدات من 18 ل 40 سنة تقريبا، ورجال الدين، المدارس المختلفة. فعندنا فكرة التنوع في الفئات المستهدفة، هو ده إن شاء الله اللي وصلنا ليه زي ما حضرتك أشرت أستاذ جمال، لرفع نسبة الوعي لدى المواطن بأهمية ضبط النمو السكاني. خلينا ننتقل مع حضرتك لخبر آخر، حيث تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في اجتماع عقده أمس خطوات تنفيذ برنامج الطروحات، وذلك بحضور عدد من المسؤولين. وأكد أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة خطة الطرح في البورصة، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان قريبا عن خطة الحكومة للطرح، كما أن هناك جزءا سيكون الطرح فيه عاما بالبورصة المصرية وجزء آخر لمستثمرين استراتيجيين. وأكد أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي بحضور الوزراء المعنيين لإعلان القائمة الكاملة للشركات التي سيتم طرحها. الحقيقة أستاذ جمال، يعني هذا الخبر بيرجعني 2018، لأن من بداية 2018 وبدأ فكرة طرح بعض الشركات القطاع العام، بعض الشركات للاكتتاب سواء لي المصريين او القطاع الخاص في البورصه المصريه، ولعل ايضا يعني كان كل شويه الحقيقه البرنامج وهذا الامر بيتم مناقشته، ولعل اخرها في اكتوبر اواخر اكتوبر في المؤتمر الاقتصادي كان واحد من ضمن قرارات كثيره جدا ليها علاقه بتحفيز الاستثمارات المصريه. ويمكن كان في تصريح مهم للدكتور مصطفى مدبولي قبل كده ان هذه الامور بتساعد على تخفيض فكره الدين العام سواء بقى الداخلي او الخارجي، الخارجي مثلا من نسبه 86% ل 75% بحلول عام 2026، والعديد من الأرقام اللي ليها علاقة بفكرة طرح الشركات سواء قطاع الأعمال العام زي ما تحدثنا أو الشركات حتى الخدمة الوطنية والعديد من هذه الأمور. هذه الأمور في ظل إجراءات كثيرة ليها علاقة بالاستثمارات سواء الرخصة الذهبية وسرعة ومرونة الحوكمة وثيقة سياسة ملكية الدولة، كيف ترى تأثيرها في المستقبل القريب إن شاء الله وجذب المزيد من الاستثمارات؟ يمكن احنا هنا بنتكلم على الدولة المصرية مرت بعدة مراحل فيما يتعلق بإصلاح الاقتصاد بشكل عام. دخلنا الأول في إصلاح اقتصادي شهد مراحل مهمة جدا، وبنتكلم على إصلاح العمل المصرفي والمالي وغيرها من الأمور، والآن الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري. هذه المرحلة الثانية بتستهدف هذا الأمر، فكرة بقى إدخال شركاء مستثمرين في القطاع المال والأعمال العام، بنتكلم على طرح بعض الشركات في البورصة المصرية، بنتكلم على جذب المزيد من الاستثمارات الى الداخل المصري. مصر مهدت الطريق في الحقيقه للمرحله الثانيه في الاصلاح الاقتصادي والمتعلقه بالاصلاح الهيكلي من خلال بقى ايجاد بنيه تحتيه قويه، لان المستثمر لم يكن ليدخل ويستثمر حتى في القطاع العام او في هذه الشركات التي انشاتها الدوله خلال العقود الماضيه او حتى الشركات الحديثه او في المشروعات القوميه حتى الجديده التي يدعو السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي دوما لمشاركه القطاع الخاص فيها، الا لو كانت هناك بنيه تحتيه حقيقيه تساعد المستثمر سواء المحلي او الاجنبي في الدخول ويعني دفع اموال للاستثمار في هذه المشروعات وهذه الشركات. وبالتالي انا اعتقد ايضا ان الدوله قبل هذا الطرح مهدت الطريق عبر بنية تحتية تسهل هذه العملية وبنية لوجستية أيضا، بنتكلم الآن على موانئ، على مطارات، على نقل بري، على أيضا كهرباء، على غاز وطاقة وغيرها من أدوات. بالضبط، أدوات مهمة جدا لدعم هذه الأطروحات الخاصة بدعم أو جذب المستثمر إلى قطاع العام. أعتقد أن السوق المصري الآن بشكل عام أصبح جاذب بشكل كبير جدا لما تتمتع به الدولة المصرية الآن من استقرار داخلي وأيضا توازنات خارجية مهمة جدا بتحافظ على استقرار الدولة المصرية ونموها الاقتصادي. عشان كده حتى بنجد ان جميع الشركاء الدوليين الان بينظروا الى الدولة المصرية على انها شريك اقتصادي امن في ظل هذا المحيط او في هذا الاضطراب الدولي القائم الان. الحقيقه فعلا ده يعني بيأكد كمان كلام يعني وتصريحات خاصه برئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حينما كان يتحدث ان هذا الامر كان بيحتاج وقت واستشارات فنيه كثيره لفكره التعظيم من اصول الدوله، لان في النهايه هي ليها قيمه وشأن كبير جدا، فاحنا محتاجين لما يكون في طرح يكون في طرح يناسب قيمه هذه الاصول. واخد من كلام حضرتك استاذ جمال وفكره التوازنات وان الدول العالم بتنظر لمصر الان على انها شريك اساسي سواء اقتصادي او سياسي او على كافة الأصعدة، ولقاء هام للحقيقة وزير الخارجية سامح شكري، حيث أكد وزير الخارجية سامح شكري وجود إرادة سياسية
قوية في هذه المرحلة، وهو لتعزيز علاقات التعاون بين القاهرة وموسكو، مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يفرض تحديات عديدة ويجب مراعاة الضغوط التي تعاني منها الدول وفي مقدمتها مصر، مشيرا إلى أن التواصل الوثيق مع روسيا مستمر، وتعتز القاهرة بعلاقتها مع موسكو ومستمرة في التنسيق القائم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل. ولفت شكري في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الروسي بالعاصمة موسكو تنفيذ المشروعات التي يتم تنفيذها مما لها من أثر على التنمية الاقتصادية ويعزز العلاقات المشتركة، مؤكدا ضرورة انتهاء المواجهة العسكرية في أوكرانيا. وأكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن الاتصالات مع مصر مستمرة في جميع المجالات، مشيرا إلى أنه سيتم الاحتفال بالذكرى 80 للعلاقات بين القاهرة وموسكو، وسيتم تنظيم فعاليات للاحتفال بذلك، لافتا إلى وصول حجم التبادل التجاري بنهاية العام الجاري إلى 6 مليارات دولار، داعيا إلى ضرورة تعزيز التقدم وعمل اللجنة الاقتصادية المصرية الروسية لتعزيز التعاون، حيث سيجرى اجتماعها القادم في القاهرة. زيارة في قمة الأهمية طبعا بتأتي بعد زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لمصر، وطبعا مصر كانت محملة برسالة مهمة لروسيا برغبة الولايات المتحدة الأمريكية والعالم بوقف الحرب والعملية العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية. ويعني الحقيقة وزير الخارجية سيد السفير سامح شكري هو يتحدث عن العلاقات المصرية الروسية، ده بيرجعنا لعام 1943 بعلاقات مصر مع الاتحاد السوفيتي، توقيع مصر كمان في عام 1948 أول اتفاقية اقتصادية مع الاتحاد السوفيتي، والعديد من الشراكات. ونزولا بقى للتاريخ 2015 الحقيقة بعد العديد من الزيارات المتبادلة بين القاهرة وموسكو بين سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين الرئيس الروسي، كان في شكل جديد للعلاقات طبعا في مجال الطاقة، في مجال الاقتصاد، في التبادل التجاري اللي زي ما قرينا في الخبر وصل 6 مليارات دولار، وأيضا في فكرة توافق الرؤى في بعض القضايا والعديد من القضايا السياسية، القضية الفلسطينية، استقرار الأوضاع في الأراضي السورية، حتى الملف الليبي، فهناك يعني توافق في الرؤى. دلالة هذه الزيارة وأهم ما توقفت عنده أستاذ جمال في هذه الزيارة وتصريحات الحقيقة من جانب وزير الخارجية الروسي أيضا سيرجي لافروف، يمكن أهم دلالات هذه الزيارة أن الدولة المصرية في ظل هذا الظرف العالمي الراهن منفتحة على الجميع وتستغل علاقاتها المتنوعة والمتوازنة لتحقيق مصالح الداخل المصري. أنا أعتقد أن زيارة وزير الخارجية سامح شكري لموسكو بتؤكد هذا المعنى، بتؤكد أن مصر منفتحة على الجميع، لديها توازناتها السياسية، بتعمل في كافة الدوائر الخارجية لتحقق مصالح الداخل المصري، وأيضا لتلعب دور إقليمي ودولي مهم في دعم أطر السلام والاستقرار الدولي ودعم المسارات السياسية لتسوية الأزمات. وده في الحقيقة هدف مصري سامي مهم جدا يعني دولة بتحتل مكانة غاية في الأهمية، هي ركيزة الاستقرار الحقيقية في منطقة الشرق الأوسط وفي القارة الأفريقية وفي المنطقة العربية، والجميع في الحقيقة في المحيط بيعول على الدولة المصرية للعب هذا الدور، سواء كان المحيط الأفريقي أو العربي أو الشرق الأوسطي، لأن مصر لديها ثوابت سياسية راسخة ومتينة وثابتة. مظبوط، وفي ظل كمان حالة استقطاب دولي رهيبة الحقيقة أستاذ جمال، يعني بالتأكيد يمكن مصر خارج هذه الاستقطابات، مصر خارج هذه التجاذبات، مصر لم ولن تدخل أي مغامرات من هذا النوع، وبالتالي هذا الحياد الإيجابي. الحياد الإيجابي يعني إيه؟ يعني أنا دولة على الحياد، ولكني طوال الوقت بدعم مسارات السلام، بدعم مسارات الدبلوماسية والسياسية وأطر الاستقرار والسلام الدولي والتنمية أيضا والاقتصاد، وبستغل علاقاتي الدولية في تنمية المصالح الاقتصادية ما بين الدول وما بين دولتي، وأيضا بستغل ده في جذب استثمارات داخلية إلى الداخل المصري وغيرها من الأمور. أعتقد أن أيضا تصريحات لافروف في هذه الزيارة بتؤكد هذا المعنى. وزير الخارجية أشاد بالموقف المصري المتوازن فيما يتعلق بالقضايا الدولية، أشاد بالموقف المصري أيضا في دعم العلاقات الاقتصادية ما بين القاهرة وموسكو، وعبر عن تطلعه في زيادة هذه الاستثمارات. لما نرجع قبلها بساعات مش بيوم هنلاقي أن أيضا وزير الخارجية الأمريكي تحدث عن نفس الأمر، التوازنات المصرية وأن زي مصر بتلعب دور متزن في المنطقة، وأيضا رغبة الجانب الأمريكي على فكرة دعم الاستثمارات في الداخل المصري. ده باختصار معنى التوازنات السياسية، ان كافة اقطاب دول العالم بتتعامل معاك على انك دولة شريك موثوق فيه، شريك متزن دبلوماسيا وسياسيا، وتستطيع ان تحيد الاقتصاد والمصالح الاقتصادية عن اي امور سياسية، ولا تستغل الملف الاقتصادي في الملف
السياسي، بل تنأى بدولتك عن الدخول في هذه التجاذبات الدولية. ويمكن الدولة المصرية في الحقيقة اعتمدت دبلوماسية الأعمار، دبلوماسية التنمية وغيرها من أدوات اقتصادية مهمة لتعزيز العلاقات، وده هدف مهم جدا في ظل بقى إيه؟ في ظل ان الاقتصاد الان هو الرقم الصعب في العالم. دي حقيقة. يعني الجميع الان بيعاني بالظبط ركود، فانت تقدر تستطيع ان تستغل علاقاتك الدبلوماسية في دعم الاقتصاد الوطني من خلال هذا التنوع الملحوظ في العلاقات المصرية الخارجية. يعني من قبلها كنا شايفين جولة اسيوية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهند واذربيجان وارمينيا والعديد من دول بالظبط، وبالتالي حراك خارجي مصري مهم جدا بيخدم على شقين، الشق الاول له علاقه بالمصالح المصريه خاصه المصالح الاقتصاديه، والشق الاخر له علاقه بتدعيم الدور المصري الاقليمي والدولي الداعم للسلام والاستقرار الاقليمي والدولي. دايما مصر استاذ جبايز حضرتك اشرت ليها دور محوري وريادي في المنطقه، وهي روسيا الحقيقه مش بس بتعتبر مصر بوابتها نحو افريقيا، لكن مصر شريك اساسي في العديد من دول العالم، ودورها الحقيقه بيتصاعد بقوه جدا في ظل قياده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. بشكرك شكرا جزيلا ضيفي الكريم الكاتب الصحفي الاستاذ جمال رائف نائب مدير تحرير مجله اكتوبر، شكرا يا فندم ونورتنا. كل الشكر لحضرتك، كنت سعيد جدا وانا مع حضرتك، وشكرا للساده المشاهدين. اشكرك استاذ جمال، وبنشكرك على هذه المعلومات الوفيره والقراءه التحليليه اللي اكيد كانت مميزه بوجود حضرتك. بشكركم مشاهدينا على المتابعه، بكده بتكون انتهت فقرتنا الاخباريه. في اماكن كتير في بلدنا الغاليه مصر جميله وحلوه، في منكم ما زارهاش، وفي اماكن من كتر ما هي جميله بنحب نزورها اكتر من مره. لو ما تعرفوش معلومات عن متحف التمساح، خلينا نروح مع حضراتكم دلوقتي ونستمتع وناخد جولة سريعة في متحف التمساح. يعد متحف التمساح أكبر متحف في العالم يخص حيوان واحد